طالما تأكدنا أنه كلامه مظبوط والمصاري مهله، شرف رجاله المبلغ. وقيم ايدك من على كتفي لانه لحد يشد كتفي. شايفه سيدي؟ حتى هون متعم تعد علي. سيدي مصاري انا كيف بدي خلصهم؟ شو بدك خلصهم؟ ما قلنا لك هلا قدام سيادته، قلنا لك كل اول شهر نعطيك شوي خلاص. ومرتي كيف بدها تغسل؟ ان شاء الله عمرها ما تغسل، خليكم منشحين. بالاساس هذا الكلام ما لازم تحكي فيه ابدا، لانه انت لازم تاخذ الغساله لمصلح، مو هيك الاصول؟ مزبوط سيدي، هذا الاصول. سيدي هذا اللي صار. وطالما هذا اللي صار كل شهر بيعطيك من المبلغ، اصب يلا خلصونا. طيب سيدي انا هذا يعني اللي منفوخ بوشي هذا شو بدي اعمل فيه انا؟ خليه هذا المنفوخ مشان تتربى، ما تمد ايدك على شغله مو لها، فهمت؟ يلا مع السلامه، يلا. فهمت سيدي. يلا عجلوا، عندي شغل لغيركم. سيدي بما انه مشكلتي انحلت على يدك ويعني انا حابب اخدمك، انا طالع سمعت زقزقه الكرسي تبعك، ممكن اصلح لك يا؟ بتعرف تصلحه؟ طبعا سيدي لكان، انا كراسي المديريه تبعاتنا كله مصلحه، عندنا شي 200 الف كرسي، حتى كرسي المدير العام انا المسؤول عنه. فعلا انا متضايق من زقزقته، معك قد ايه؟ معي وحده طبعا سيدي لك، شرف صلحه. انا على طول جاهز. تفضل اسحب لي تفضل فين سو؟ انا بدي هلا انبطح شغله بسيطه كثير. تفضل يا وحي. شغلة بسيطة. عيار بسيطة، شغلة عيار ما فيها شيء طلع بسيطة. جربوا سيدي، جربوا هيك شوف. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. سيدي بده يكون العزقة تبعك محلولة. يا كيلاني العزقة بايظة سيدي. يا بيلاني العزقة بايظة سيدي. هاتوا الأبغاني وهاتوا الفلقة والعصاية وبتاعوا لكولي. كيلاني سطحوا لي هالعرج المرتزق، حطوا الفلقة برجله. سيدي طول بلا، صدقني العزقة تبعك كانت بايظة سيدي. أنا عصيتها زين. وقفوا أنا بنزل حالي، هي تخينة سيدي أنا ما بقدر عليها. قولي لا قولي طول يا سيدي. يا سيدي الله يخليك سيدي. سيدي انا العزاء بايظه تبعك سيدي. متعب خلص خلص ما بقى اصلح لحدا شيء. قولي تاخرت. لك شو تاخرتي؟ لسه ما عدنا. شو ناوي امي تقلب الدنيا فوق راسنا؟ بعدين يلا شد همك انت حتى نضل نشوف بعضنا على طول. طبعا تاخرنا. تاخرتي لانه ما بدك تدفعي. هلا مو انت عزمتني فوق قلبك حتى طلعت معه؟ صح انا عزمتك، بس مو انا بدي ادفع، على اساس انت تدفعي. تفضلي. خاطرك سيدي. سيدي الباب عم يزقزق، ابو زيتون وانطابوا رجلي ان شاء الله بدي ارجع اعمل لكم صيانه لكل المخفى. يوفقك يا ابو تحسين. يخرب بيتك على الاستفاده، اهل الشرطه في خدمه الشعب. الله لا يوفقك على هالخدمه وليس فار رجلي. ولي 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 يا امي يا امي يا امي يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شبك ابو فهمي شو صاير لك؟ روحي عني كله منك. يبعث لي 100 حمى، ليش؟ شو صار يعني؟ شو عامله انا؟ شو مساوي؟ قال حبينا لنخدمه ان شاء الله عمره ما بينخدم. ولي يا رجلي يبعث لي حمى. ولي فوزية فوزية شو تقبرني يا عيون فوزية؟ اللي شو بدك؟ روحي روحي سخني لي شوية مي. ايه بدي ارفع عليه دعوة مهما كلفت. من مهما كلفت؟ من وين بدك ترفع عليه دعوة؟ هلا روحي سخني لي مي وحطي لي عليهم شوية ملح. لا على فكرة الملح انا شفته بحلقة تلفزيونية انه بيرفع الضغط وفي له مدار وفي له ملح. لك ابلعي لك ابلعي لك، بدي احط الملح على رجلي، ما بدي ابلعهم ما بدي ابلعهم. روحي ايدك روحي. قولي فيك شي؟ لا 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 تخافوا ماما، ما في شي، بس انا ناطت من قرنة عالية تقول من شي 100 متر نازل لبخ على اسفار رجلي. لكوني سلامتك بابا. سلام. الله لا يسلم فيك ولا عظمة يا ابو تحسين. حظك من السما تقبرني. كنت عم سخن شوية مي مشان اعمل مكرونة. هاتي خذ تقبرني. هات لك هالحكي. لا 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 شباب يا
قولي. لا تدق رجلي ابات، لزقانين لزقانين برجلي من ضرب الخيزرانه، فايته خيطان الجرابات بصفر رجلي. اشعر بدني هلا بنعاون يمكن بتحل الخيطان نسحبه. تشتش يعني قصدك؟ إيه إيه. ابو صلاح، ابو صلاح، مساء الخير ابو صلاح. اهلين اهلين. طمني، ظبط الامور المجاري؟ ايه ظبطت ظبطت. شو هالصهر يلي إلها؟ شو بدنا نعمل؟ لازم تفهموا، إذا الشغلة مو شغلتك لا يمد إيده عليها. يا سيدي مد إيده عليها وصلحناها ومش الحال، في شيء ثاني؟ شبك زعلت أبو صلاح؟ ولك أخي ما زعلت، ما زعلت. فوق بصايبي وفوق هالدفع يلي دفعته وجاي توقفني وتعطيني مواعظ عند المساء. لا يا أبو صلاح، وبعدين إذا بدك بندفع معك، أنا قصدي ما يورط حاله مرة ثانية. ماشي الحال، لا بدي مصاري ولا بدي زفت. لا باينتك زعلت. اللهم جيبك يا طولة البال. يا اخي ما زعلت، ما زعلت، احلف لك اني ما زعلت. خلاص خلاص، هيفو ما كنا بدنا نطمن انه ما صار زعل بيناتكو ولساتها بنتك حردانه. طمن اخي طمن، رجعت وصارت ببيتها، بدك شي غيره؟ على كل حال الحمد لله اللي انقضيت، لا تواخذنا على الطناك. ما في مؤاخذه سيدي، بدك شي ثاني؟ خاطرك. تعتبرني؟ مطرح ما دي رايح، ما دخلي. لك تعال اقول لك، مانك شايف حالتك؟ شلون عم تتنوت هيك مثل النمر الوردي؟ عود ارتاح تقبرني، تعال. ما رح ارتاح لحتى ارفع عليه دعوة وعند احسن محامي كمان. انت شو صاير لك؟ صاير لعلك شيء؟ هلا بدك ترفع دعوة على الحكومة؟ نعم، ليش شو دخلوا بالحكومة؟ هلا ابو تحسين من عامة الشعب ولا من الحكومة؟ من مين ما كان يكون، المهم بدي ارفع عليه دعوه وارجي انه هي الفلقه اللي اكلتها انا ما بتمرق بلوشي. حدا يعرف انا مين؟ بس اسمعني، بس اسمع كلمه، ما رح يطلع معك شيء لانه ما في محامي رح يرد عليك، صدقني. تعال بكره بتشوفي، تركيني هولي اخ. عامل شو امي؟ هلا من كل عالك بدك انا نروح ما ناخده معنا؟ لك من نص عقلي، اي مالي مستعد خاطر واخده معي لو شو ما صار يصير. بيزعل اخوك من دون شي ناوزي. يا امي الله يخليكي، شبنا صرنا حاكين بالقصه الف مره، خلص ما حاخذه معي. انا ما رح روح معك، وضحني اذا رحت وما رديت عليه. ايه خلص مو مشكله، بروح لحالي، بعتبر بالاصل انه انا ما عندي اهل. وصدقيني يا امي اذا ما رحتي معي فعلا مالي راجع على البيت. امي الله يرضى عليك، مشاني خلينا نروح وناخذه معنا. انا هالمره بضمن لك يا انه ما يفتح تمه ولا بكلمه. لك يا امي، يا امي شو تضمني وما تضمني؟ هذا ما بينضمن بنوب، هذا بعدين كله خطبه. خلص بكره بالعرس الك علي لاعزمه له واهله وعيلته وحارته. منيح هيك امي منيح؟ الله يصلحك يصلح اخوك، ما بقدر اقول غير هيك. تفضل. إذا عندك شوية زيت يا ريت زيت لك ياه لهذا الغار. أي أي قولي 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 يا رجلي. السلام عليكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل بصراحة. الله يزيد فضلك، منيح اللي قلت لي اقعد لانه صدقني ماني قادر اوقف على رجلي بنوب. خير؟ الله يجعلك بخير، اخي انا جاي ارفع دعوة. دعوة على مين؟ على رئيس المغفر اللي عنا. على رئيس المغفر؟ ايه. وشو عمل معاه؟ سلخني نقف الدين فلقة، خلاني ما اقدر اوقف على رجلي. هيك بدون أي سبب؟ بدون أي سبب. أنا حبيت أخدمه، كرسي فارط ماله لا رجلين ولا إيدين ولا شيء. شافت عصائي بقى يوم. زبطت له اياه وركزت له اياه من احلى ما يمكن، هو ما عرف يعود، ما ادري شو سوى له، فقس شغله، فرط الكرسي، قال لي انت اللي فرطته، قلت له مو انا اللي فرطته، طحني بالارض ونزلوا فيي قتل، وين بيجع؟ معناتها مشان الكرسي، حضرتك مصلح كراسي؟ لا موظف. موظف، موظف وين؟ تحت بالبلد، بالمديريه. وشو طبيعه عملك؟ اذن على باب الله. مشان هيك اكلت فلقة، لو كنت مسنود ما باكرها، بس بدي ارجي هذا الدرويش اللي على باب الله شو بيقدر يساوي؟ طول بالك بتحصل كثير. انا رح انصحك يا ابو، ابو شو بلا زغرة؟ ابو فهمي. انا رح انصحك يا ابو فهمي، انا ما بتفرق معي، برفع الدعوة بس بتمط وبتشط، وهات يا جلسات، وهات يعاقبوه او ما يعاقبوه.
شو يعني؟ لكان نتركه هيك نازل فلقات بالعالم، نقر نقر فلقات بدون ما حدا يرده؟ لا، انا بروح على المغفر وبحذره وبهدده كمان، هيك منيح؟ ما انفش قلبي، فكري غير هيك انا. لا هيك منيح. سيد ابو فهمي؟ نعم. شو رايك ما انك على باب الله تشتغل عنا هون المسا بعد الدوام؟ هون؟ انا شو بدي اشتغل هون؟ مثل وظيفتك، آذن بتساوي شاي، ومكاتبنا بتنظفها وبترتبها كمان، وانا بحكي مع زملائي مشان نعمل لك معاش مرتب، شو رايك؟ يعني بس هي الشغلة دائمة ولا مؤقتة؟ هذا بتوقف عليك، إذا عجبتك الشغلة وارتحت معها قد ما ضليت نحن بنستمر معك. يا سيدي كتر خيرك، وين بدي الاقي أنا مثل هالوجوه هي الطيبة؟ بس يعني أنا إمتى أبدأ؟ من بكرة إذا بدك. والعدة؟ كل شيء جاهز عنا، مو ناقصنا غير إيديك الحلوة تشتغل. يا سيدي كتر خيرك، خلص من بكرة المسا تلاقيني عندك. أهلا وسهلا. كتر خيرك يا أستاذ. مع السلامة. صدق على خبرية أبو رجلي. اليوم رحت لبيت أخوك أبو فهمي وحكت معي فوزية من شانك أنت وياه، قلت لها إن شاء الله بتنحل عن قريب. لا عن قريب ولا عن بعيد، خلص إني هيك أحسن. لك شو شايفتك قبل ما تتجوز مشان اللي بدك تخطبها رح تبعد عن أخوك، لكن بعد ما تتجوز بشو ستابحه؟ أمي ياسمين ما العلاقة، هي عمايل ابنك هي. حاجتك بقى، حاجتك تضل اخوك الكبير، لازم تروح لعنده وتطيب خاطره. شو ابنك امي؟ ما بدي مشاكل، الله يرضى عليك. امي، امي الله يخليكي يميني من سيرته، بترك البيت وبوجهها. شو يعني يا هديني يا بقى؟ خاطرك امي. شو؟ مش الحال؟ لا، الفتاة مثل ما كانت. ما كانت. عم يندق الباب. والله يكون صلاح، لأنه بيعرف يصلحها أكثر مني. بالله؟ لأنه اختراع، هذا اختراع. قول لحالك. في مين عم يندق على الباب؟ لا تعمليني محاضرة. السلام عليكم. أهلين بيتي. مرحبا. أهلين وسهلا توفيق. بعد زمان. اهلين سهلين. شو الريحه هاي؟ اهلين صهري. مرحبا يا بي. انتبهوا انتبهوا، ضيف من ايدك لا تلعب، لا تلعب. خذوا الاولاد، روحوا فوتوا لجوا. ليه علقنا؟ شو عم تقولي؟ ما عم بقول شيء، سلامتك. شوفي عمي ليش هيك؟ بس طول الريحه عم حاول افتحها. لا تفتح يا بي، الله يصلحك، نجيب واحد يصلحها، مو مشكله تقبرني. هلا ابو فهمي بيروح بيجيب واحد وبيصلحها. اسمع عمي على الحكي، اسمع. لك بدك العالم تضحك علينا؟ لك ابوك عم يلم من على الشجر مصاري، هلا بيجيب رجل فاتي طلع بينقل له 3-4000 ليره، انا بصلح له اياها. عمي الله يرحم ابي، ذكرتني بحادث، مره اجيت لقيت طائفه عنا السيارات والجرادين عم تزعب بالحاره، طلعت نقيت اكبر جردون جبته، ربطت ذنبه بالخيط، نزلته بالبلوعه، نقرته بالعصايه فايت لجوا، يعض يعض، حس انا من الخيط، اسحبه يطالع كل قماشه هالقدها، حطها بالرد، حطه انقره انقره، هيك فتحت لك بلاليع الحاره كلها. ايه ما شاء الله حولك، مو مشان شي بس مشان ما توسخ ثيابك ابو فهمي. بلا بوسخ ثيابي بالبطيخ، شغلي مو محرزه وما بتساهل بنوب. ها من العوض وعليه العوض، انا شو اللي خلاني اجيبه معي؟ هلا سكريني على الباي وخلي امك وفوتي لجوا، هاي شغله رجال مو شغلتكم. ها امشي بني. رح لي هيك عمي، لأقول لك هاي شغلة ما بتفهم فيها أنت، رح لي هيك خلاص. هلا ما بتلاقي إلا هالمي شفتك كلها، بس بعد حتى ما تشفطك المي تسحبك. هالموضوع ما بيتم ما بيتم ما بيتم. وليش ماما؟ خلصي أنت، فهمانة؟ مثل ما بدك، أنا فايدة أنقبر بغرفتي. بيكون أحسن. لك هيك زعلتيها، طولي بالك على البنت، لا بتعدي عليها. تنفلق تنفلق، هاي جوازة ما رح تتم. يا أخي مالي طايقته، مالي قدران أشوفه، مالي قدران أشوفه. لا هيك زودتيها كثير، حكينا لك قصته، قصة أخوه، الشاب خاف نعلى مع أخوه، قام ساوى اللي ساوى، بعدين إجا لعندي واعتذر، شو بدنا أحسن من هيك؟ ما بدي شيء، ما بدي إياه، هذا أخو مرائي. اسمعي يا مرا، البنت بدها إياه وأنا ما عندي اعتراض، لفيها بقى وخلينا نخلص. ساوي اللي بدك إياه، اصلا انا هون خدامه، مالي اي قيمه. لك طولي بالك طولي بالك، انت بركه البيت، بعدين فتحي شاب منيح وادمي، يعني معقوله انا زدتها لواحد ما بيستاهلها؟ خلاص قلت لك ساوي اللي بدك اياه، خليني روح كمل شغلي بالمطبخ. لا لا ما بصير تروحي زعلانه، عدي بكره رح ابعث لك فتحي يعتذر لك شخصيا، بتعدي معه، انا اقتنعتي منه كان بها
وما اقتنعتي هالشغله كلياتها مبناها من اصلها منيح هيك عيني انت الاصل لك اضحكي رجيني ضحكتك